معينه، ناس مصدر ثقه الافضل. ينبغي ان اتحرى وانا اخرج هذه الاموال الى من اثق في ان هذه الاموال ستصل الى يد مستحقيها. نعم. واحنا عندنا في الحقيقه مؤسسات وقويه في هذا الشان فيها من الثقه، بحيث ان هذه الاموال بالفعل وفق الشفافيه الكامله الموجوده ان هذه الاموال بتصل الى مستحقيها. اذكر منها على سبيل المثال، وان كان هناك الكثير الحقيقه، لكن اذكر منها مثلا صندوق تحيا مصر. نعم. اذكر منها بيت الزكاة والصدقات المصري. نعم. التابع لمشيخة الأزهر الشريف والذي يشرف عليه فضيلة الإمام. نعم. أذكر منها مصر الخير الذي يقود هذه المؤسسة الشيخ علي جمعة. نعم. أذكر منها جمعية الأرمان. نعم. حسام بك القباني. نعم. أذكر منها جمعيات كثيرة الحقيقة. نعم. موثوق بها. نستطيع نحن اللي احنا ما احناش نجهل من هو الفقير ومن هو المسكين واين توجه هذه الاموال لمن بصفة خاصة، ما احناش عارفين كناس نعيش في القاهرة او في اسكندرية او في طنطا او في المدن الكبرى هذه، لا نجهل، نحن نجهل هؤلاء الفقراء كثيرا. فبينوب عني هذه المؤسسات. في مثلا عندك لما جينا نحصي العمالة اليومية المش منتظمة، مين اللي يعرف لي هذه المسائل؟ المؤسسات الدولة. الدولة. نعم. ولذلك صحيح. أحسنت وزارة القوى العاملة. نعم. أن هي فتحت المجال للتسجيل. نعم. وبنصرف والصرف مليون ونص. والصرف يعني 1.500 جنيه على مدى أشهر. نعم. 3 شهور تقريبا اللي احنا حنكون فيهم في هذه، والله سبحانه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج. وانتظار الفرج عبادة. انتظار الفرج في حد ذاته، كونك انت بتنتظر الفرج وانت ممتثل وانت صابر وانت يعني في حالة نفسية معينة لكنها حالة رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، انتظار الفرج في حد ذاته يمثل عبادة كبيرة. ودائما المصاب والمبتلى بيشعر بهذه الأزمة، لكنه بيرضى لأنه يعلم بأن هذا قضاء الله سبحانه، أن هذا هو قضاء الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه يدعو ربه أن يفرج، لأن الدعاء عبادة. ولذلك علينا جميعا ونحن نصلي ونحن نذكر ربنا سبحانه وتعالى، علينا أن نتوجه إليه بهذا الدعاء، أن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وأن يزيل هذه الغمة عن العالمين جميعا. الدعاء في حد ذاته جزء، بل هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أموال الزكاة يا فندم، زكاة المال في أي وقت هذا العام، أي وقت هذه الأيام، سواء وإحنا خلاص في داخلين على شهر رمضان، كل إنسان منا له وقت بيطلع فيه زكاة مال. نعم. في زكاة الزرع لها وقت محدد، في زكاة المال لها وقت محدد، اللي هي عروض التجارة اللي هي. نعم. مثل زكواتنا يعني جميعا لها وقت محدد بنخرجه، وإحنا محددين له كل وقت. الظرف الاستثنائي بيقتضي إيجاد إجراءات أخرى، ولذلك لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزكاة ليس هذا العام بل الأعوام القادمة، استلف من عمه العباس زكاة سنتين فأخرجهم مقدما. ولذلك اتجه الجمهور من العلماء إلى أنه لا حرج إلى أننا نخرج زكاة هذا العام والعام القادم، وارد ممكن. هذا العام ده واجب، خلاص واجب. من دخل عليه وقت الزكاة يخرجها. لكن هل يجوز لي أن أقدم زكاة العام القادم مثلا لإزالة أو للمساعدة لهذا الظرف، في هذا الظرف؟ الكثير من العلماء يجيز هذا الأمر، عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع من تقديم الزكاة عن موعدها لدفع حاجة المحتاجين لتحقيق مصلحة شرعية معتبرة. فإذا حاج فضيلتك بتقول ممكن زكاة العام القادم نطلعها دلوقتي؟ لا مانع، لا مانع، لا مانع شرعا. نعم. وهي مجزئة عن العام القادم. دي بتبقى على اللي هو زي ما بقول كده زكاة المال، ولا حتى الزرع لو انا عندي بس زرع لسه هحصد السنة الجاية؟ خلينا في زكاة المال، خلينا زكاة المال اللي هي الاساس. نعم نعم، نعم. يجوز تقديمها
ويجوز إعطائها لمن يستحق، والأصناف المذكورة في القرآن الكريم بصفة مقدمة عن موعد إخراجها كما كانت في الظرف المعتاد. خلينا نروح لبعض القضايا أيضاً